برضو عبد الله يا ربيع ربيع عبد الله ربيع يوم بكرة عبد الله ربيع وسلام على بكرة على بكرة على بكرة على بكرة على بكرة ورسة تحية الشيخ ربيع الشيخ ربيع الشيخ ربيع عواش اخويا بس انا بقول لك اي حاجه انت بس الشيخ ربيع بيقول لك عيني برضه بكره في نفس المكان كعك بتفرح البلد بتفرح الشيخ الشيخ ربيع من الدنيا كلها اواش تعال شوف عبد هيعمل ايه عبد اخوات العروس وين الطيار 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 عبد بيحييك عبد 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 يا لهوي حييه وين برضه الواد الحين خالد شوف سارع يعمل ايه يا خالد بقول بساسه واحمد ربيع وعلاق ربيع والمعلم عن موصوله بشمس قلم عن محل عن موصوله تعلم ابو خالد في الدار بتاعك تعلم عن موصوله السياحي بنقول برضه بكره تعالي اواش حبيبي ماشي ماشي علي ياسين ولا جابر علي ياسين بيقول لي بكره عندنا في الشاي تربالة وعندنا هنا في كعب ربنا كتر الافراح مساج الخير احنا بنفرح يا اولاد نصار علي ياسين وبنحيي الدنيا كلها رب الدنيا يا علي ياسين علي ياسين قول له بكره بكره ان شاء الله بكره قول له بكره تربله وبكره كعب علي ياسين عقبال عساك يا معلم يا لهوي يا سلام عليك يا ساهر ايوه 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 قول يا عم اللي شغال هنا دول رشاشات يابا رشاشات سهر سهر بقول لي برضه ايوه خالد فين خالد 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 اخو العريس وله خد العريس خد الطيار خد الطيار والشخطه والزازه عريس بكره اسمك السادي اللي صبغ الكلام بلسان العتة الشغل حلو الله اكبر والكبير السني واهم حاجه ابوه ابو مصطفى ابو محمد المعلم المعلم مصطفى ده اسلام المعلم على التصوير واحد بس بيقول لك حيل الدنيا كلها شمس واحنا عندنا بنت بكره معلم على التصوير حب حب ده الشيخ الشيخ ده باسم الحق فرحانه الشيخ قلي قلي الحق ده فرحانه بتحب محمد السدي وخالد الطيار اخو العروسه الله عليك يا شيخ يا شيخ الشيخ يا حبيب محمد السدي واسلام السدي احنا بكره ان شاء الله بكره رحنا فرح مصطفى بكره مش فرح يا مصطفى 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 والمعلم عبد الناصر ابو فارس عزت احمد فرج بيحيي احمد كربالة بيحيي فرح البكرة ابو عزت ابو فارس